النهارده ان شاء الله درسنا بتاع المرايا، الدرس الاول في الوحده الثانيه. ده الجزء الثاني، كنا اتكلمنا المره اللي فاتت عن اول انواع المرايا وهي المراه المستويه. عرفنا خواص الصوره المتكونه عن طريق المرايا المستويه، وعرفنا كمان يعني ايه انعكاس الضوء. النهارده مكملين مع باقي الدرس. تعالوا نشوف الاهداف اللي احنا هنحكي عنها النهارده. هنرجع نفتكر مع بعض تاني ايه هي انواع المرايا، وبعدين هنبدأ نتكلم عن المرايا الكرية تحديدا، ونفرق ما بين حاجة اسمها مرآة محدبة وما بين مرآة مقعرة، وأخيرا هنشوف بعض المفاهيم الخاصة بالمرايا الكرية. نبدأ كده شغل مع بعض. هرجع أفكركم من الحصة اللي فاتت احنا كنا قايلين أنواع المرايا إيه يا شباب. كنا بنقسم أنواع المرايا إلى نوعين أساسيين: المرايا المستوية، السطح بتاعها بيكون مستوي ما فيهوش اي انحناء، والنوع الثاني هي مرايا كرية، السطح بتاعها بيكون فيه انحناء بسيط كده، فبنسميها مرايا ايه؟ مرايا كرية. طيب المرايا الكرية دي ممكن نقسمها الى نوعين تانيين: مرآة محدبة ومرآة مقعرة. تمام، يبقى تعالوا نشوف مع بعض كده المرايا الكرية. أول حاجة بيقول لي خد بالك إن المرايا الكرية هي مرايا سطحها العاكس جزء من سطح كرة جوفاء. يعني إيه الكلام ده؟ بصوا، دي كده كانت مرآة مستوية، السطح بتاعها مستوي زي ما انتم شايفين، لكن لو السطح بدأ يبقى فيه انحناء بالمنظر اللي قدام حضراتكم، في الحالة دي بنسميها مرآة ايه؟ بنسميها مرآة كرية. يبقى ما هي المرايا الكرية؟ بنحس إن سطحها العاكس هو عبارة عن جزء من كرة، يعني لو أنا كملت ده كرة كده هنحس إن السطح العاكس هو جزء من كرة جوفاء. يبقى لو أنا افترضت إن أنا عندي كرة جوفاء يعني فاضية من الداخل، تمام، كرة جوفاء فاضية من الداخل، وبدأت أعمل طلاء للمادة من جوه، يعني حطيت لها مادة بتلمع كده من جوه، فأصبح الجزء الداخلي ده سطح إيه؟ عاكس، والخارجي معتم. فالجزئية دي أصبحت اسمها إيه؟ أصبحت اسمها مرآة كرية. يبقى تاني لو أخدنا الحتة دي كده لوحدها فبنقول عليها إنها مرآة إيه؟ كرية. المرايا الكرية هي مرايا سطحها العاكس جزء من سطح كرة جوفاء. طب يا ميس حضرتك قلتي إن أنا عندي نوعين من أنواع المرايا الكرية. بالظبط، عندي حاجة اسمها مرآة مقعرة وعندي حاجة اسمها مرآة محدبة. بصوا كده، لو دي الكرة الجوفاء اللي احنا كنا بنتكلم عنها وجيت انا عملت لها طلاء من الداخل فأصبح السطح الداخلي هو العاكس، في الحالة دي بنسميها مرآة مقعر. يبقى المرآة المقعرة لما يجي يسقط عليها الضوء يسقط منين؟ يسقط من جوه، لأن السطح العاكس بتاعها سطح ايه؟ داخلي. تمام يا شباب، يبقى دي المرآة الايه؟ المقعرة. بالظبط، المراية المقعرة شبه المعلقة بتاعتنا الناحية اللي احنا بناكل بيها، ده الوجه الداخلي اللي هو بيمثل ايه؟ بيمثل المراية ايه؟ مقعرة. يبقى تاني، المرآة المقعرة هي مرآة سطحها العاكس هو السطح الداخلي للكرة الجوفاء التي تعتبر المرآة جزءا منها. طب بفرض بقى ان انا جيت لا المرة دي عملت السطح العاكس هو السطح الخارجي، المرآة من بره عاكسة للضوء، ها يبقى في الحالة دي المراية أصبح اسمها مرآة إيه؟ محدبة. الضوء هيسقط منين على المراية المحدبة؟ بيسقط من هنا تجاه السطح العاكس، يعني هيسقط من بره. تمام يا شباب، يبقى تاني المرآة المحدبة هي مرآة سطحها العاكس هو سطح الإيه؟ هو السطح الخارجي للكرة الجوفاء التي تعتبر المرآة جزءا منها. طب ايه تاني يا مس عايزين نعرفه؟ عايزين نعرف الحتة اللي جاية دي، ان اذا سقطت مجموعة من الاشعة على مراية مقعرة هتبدأ تجمعها لي كلها في نقطة. يبقى المرآة المقعرة اذا سقطت عليها مجموعة من الاشعة المتوازية زي ما انتم شايفين هتبدأ تجمعها لي كلها فين؟ في نقطة واحدة، فبنسمي المرآة المقعرة بالمرآة المجمعة للضوء، أو ممكن نسميها مرآة لامة. يبقى تاني المرآة المقعرة
هي مرآة مجمعة للضوء أو هي مرآة إيه لامة، لأن إذا سقطت عليها مجموعة من الأشعة المتوازية تجمعها كلها في نقطة إيه واحدة. طب المراية المحدبة، بصوا كده الأشعة لما سقطت إيه اللي حصل لها؟ انعكست، بس كل شعاع راح في حتة لوحده، فبنسمي المرآة المحدبة بأنها مرآة إيه؟ مرآة مفرقة للضوء، بتحط كل شعاع في اتجاه. المرآة المقعرة شبه الوجه الداخلي كده للمعلقة، لكن لو قلبنا المعلقة على ظهرها فأصبحت هنا شبه المرآة الإيه؟ المحدبة. يبقى تاني أنواع المرايا الكرية إيه يا شباب؟ عندي نوعين، مرآة مقعرة ومرآة محدبة. المرآة المقعرة السطح العاكس هو الداخلي، والمرآة المحدبة السطح العاكس هو الإيه؟ الخارجي. نكمل. هنحكي عن إيه دلوقتي؟ هنحكي عن مفاهيم مرتبطة بالمرايا الكرية. تعالوا نشوف مع بعض كده بعض المفاهيم المرتبطة بالمرايا الإيه؟ الكرية. أول مفهوم عندي هو مركز تكور المرآة. مين؟ إيه مس مركز تكور المرآة ده؟ مش أنا بقول لحضرتك إن المراية دي كأنها جزء من كرة، يعني أهي الكرة أهي والمراية هي عبارة عن جزء من الإيه؟ من الكرة. طيب هو مش أي كرة لما بنيجي نرسمها بيبقى ليها مركز، أو أي دايرة بنيجي نرسمها مش بيبقى ليها مركز؟ فكأن الدايرة اللي المراية جزء منها دي ليها مركز. ميم هو مركز تكور المرآة. يبقى ما هو مركز تكور المرآة ميم يا شباب؟ هو مركز الكرة اللي المراية بتاعتك كانت جزء إيه منها، مركز الكرة التي تعتبر المرآة جزءا منها. يبقى تاني مركز تكور المرآة هو عبارة عن إيه؟ مركز الكرة التي تعتبر المرآة جزءا إيه؟ طيب لو خدنا بالنا كده من مركز التكور، بصوا كده في حالة المرآة المقعرة فين السطح اللامع ده؟ ده السطح اللامع، يعني ده الجهة الأمامية. طب في حالة المرآة المحدبة فين السطح اللامع؟ أهو ده الجهة الأمامية. يعني معنى كده إن أنا لما أجي أقول لك قارن ما بين مركز التكور في حالة المرآة المقعرة ومركز التكور في حالة المرآة المحدبة، فهتقول لي إن في حالة المرآة المقعرة مركز التكور يقع أمام المرآة. طب في حالة المرآة المحدبة ها بيقع فين المركز؟ وراها أهو، يقع خلف المرآة. ده سؤال من أسئلة كتاب المدرسة، ودايما بتدوخوا على المقارنة، بتقعدوا تقولوا إيه ده، هو في فرق ما بين مركز التكور في حالة المراية المقعرة والمحدبة؟ أه في، إن في الحالتين التعريف واحد، هو مركز الكرة التي تعتبر المراية جزءا منها، لكن في حالة استخدامي للمراية المقعرة فمركز التكور بيقع في الجهة الأمامية للمراية، لكن في حالة المراية المحدبة مركز التكور يقع خلف المراية. تعالوا نشوف تعريف جديد. نصف قطر التكور، عن كلنا عارفين ان نق او نصف قطر التكور هو عبارة عن المسافة منين لفين يا شباب؟ من المركز لأي جزء على سطح الدايرة. بتوع الرياضة بيقولوا لك ان لو انت عندك دايرة فنصف قطر الدايرة هو عبارة عن ايه؟ المسافة من مركز الدائرة إلى أي نقطة على سطحها، كل ده اسمه نصف ايه؟ قطر. مش أنا عندي هنا بقى مراية، فالمسافة من مركز التكور لأي نقطة على سطح المرآة ده اسمه نق أو نصف قطر التكور. يبقى ده نص قطر تكور، ده نص قطر تكور، ده برضو من هنا لهنا نص قطر تكور، مفيش أي مشكلة. يبقى نص قطر التكور تاني هو تعريفه إيه؟ المسافة من مركز التكور وأي نقطة على سطح الإيه؟ المرآة، مسافة بين مركز تكور المرآة وأي نقطة على سطحها العاكس. ليه تعريف تاني؟ آه هو نص قطر الكرة اللي المراية جزء منها، نصف قطر الكرة التي تعتبر المرآة جزءا منها. يبقى تاني
نصف قطر التكور هو المسافة بين مركز تكور المرآة وأي نقطة على سطحها العاكس، أو هو نصف قطر الكرة التي تعتبر المرآة جزءا منها. تعالوا نشوف حاجة مهمة جدا، التعريف اللي بعد كده، تعريف قطب المرآة. قاف قطب المرآة، تعالوا نشوف قطب المرآة كده يا جماعة تعريفه ايه. بنقول قطب المرآة هو عبارة عن نقطة وهمية، يعني أنا لو مسكت المراية ومثلا دي المراية بتاعتي، وأنا رحت جاي حاطط نقطة بالقلم كده في النص، فالنقطة اللي في نص المراية بالظبط دي اسمها ايه؟ اسمها قاف أو قطب المراية. يبقى لو المراية بتاعتي كده وفي نقطة هنا في النص دي هنسميها ايه؟ قاف. طب هل أنا لو مسكت المراية هلاقي فعلا في نقطة موجودة في النص؟ لا مش هلاقي، فهي نقطة ايه؟ نقطة وهمية تتوسط السطح العاكس للايه؟ للمراية. يبقى احنا بنتخيل ان في نقطة موجودة في نص المراية بالظبط، هنطلق عليها قطب المراية. هل في حد وقع منه اي حاجة حتى الآن؟ بس ما هو انت بتقولي لي التعريفات الاصليه يعني؟ تمام ماشي يا بوس. تمام، لو حد واقف قدامه اي حاجه يا جماعه ممكن يسال فيها قبل ما نكمل كلامنا. تعالوا نستكمل الكلام بتعريف جديد، وهو تعريف المحور الأصلي للمرآة، واللي احنا بنرمز ليه بالخط المستقيم ميم قاف. ايه هو المحور الأصلي للمرآة أو ايه هو الخط المستقيم ميم قاف؟ بيقول لي خد بالك المحور الأصلي هو عبارة عن خط مستقيم مار بمركز تكور المرآة وقطبها. أي خط هيمر بميم وقاف هنسميه محور ايه؟ اصلي. هنا بقى نركز كويس جدا، لان معظم المحافظات بتوقعني في التعريف ده. لو قال لي، لو شال كلمة المستقيم المار دي وغيرها بالخط الواصل، فخليها الخط الواصل بين مركز تكور المرآة وقطبها، التعريف هيتغير. تيجوا نشوف الفرق. ادي المراية، ادي الكورة بتاعتي، وهنا ميم وهنا قاف. فلو انا قلت لحضرتك خط واصل، خط واصل يعني هيجي ما بين النقطتين دول ويقف، فكده اصبح ده تعريف ايه؟ ده تعريف نق، اللي هو نصف قطر تكور المرآة. طب لو قلت لك خط مار، مار بالنقطتين، مار بميم وقاف، مار يعني هيكمل، هيعدي عليهم ويكمل، فطالما كمل يبقى كده ما بقاش نصف قطر، كده بقى ايه؟ بقى محور اصلي. يبقى لو قلنا مار في التعريف هتبقى محور ايه؟ اصلي. لكن لو قلنا خط واصل في التعريف هيكون ده تعريف نصف قطر الايه؟ التكبر. محافظات كتير وقعتنا في الحته دي، ولو وصلت بالنسبه لحضراتكم قولوا لي عشان اعديها. هل مفهومه يا شباب؟ ردوا عليا في الشات، انا بتابع عشان ما تحسسونيش ان انا بكلم نفسي يعني في النص. انا شايفاكم فعلا بتقولوا الاجابات، بس برضو يعني لما اسالكم فاهمين او لا عرفوني الدنيا ماشيه ازاي، ولو في حد واقف قدامه حاجه يقولها لي في نفس الوقت. تمام مفيش مشكله، نكمل. يبقى تاني، المحور الاصلي هو الخط المستقيم اللي هيمر بنقطتين اللي هما ايه؟ اللي هما ميم وقاف. طب انا عندي كام مركز؟ مركز واحد. عندي كام قطب؟ قطب واحد برضو. يبقى اذا انا عندي كام محور اصلي؟ محور أصلي واحد فقط في المرآة.
يبقى عدد المحاور الأصلية اللي هنشوفها في المراية كام يا شباب؟ هو محور أصلي واحد، لأن كل مرآة فيه مركز وقطب واحد. في تعريف جديد بقى اسمه المحور الثانوي. ايه ده يا مس، هو في محور اصلي وفي محور ثانوي؟ اه يا فندم. المحور الاصلي كان المحور اللي هيعدي ما بين ميم وقاف، كان هيعدي هنا ما بين ميم وايه وقاف، ده كنا بنسميه محور ايه اصلي، وما عنديش غير اصلي ايه واحد بس. طب يا مس هو ايه المحور الثانوي؟ بقول لحضرتك ان اي خط مستقيم هيعدي بميم واي نقطة تانية على سطح المراية ده هنسميه محور ثانوي. يبقى اللي قدامكم ده محور ثانوي، ممكن يبقى مثلا ميم نون، ممكن مثلا ادي محور ثانوي تاني، ممكن يكون ميم سين مثلا، وهكذا. يبقى عندي العديد من المحاور الايه الثانوية، عندي عدد لا نهائي من انصاف اقطار الدائرة المرآة، عندي عدد لا نهائي من المحاور الثانوية، ولكن عندي محور اصلي واحد. نستكمل مع بعض التعريفات بتعريف من أهم التعريفات اللي موجودة عندي في المنهج، وهو تعريف البؤرة الأصلية للمرآة. عندي نوعين من المرايا يا شباب، مرآة مقعرة زي ما انتم شايفين. المرآة المقعرة إذا سقطت عليها مجموعة من الأشعة المتوازية والموازية للمحور الأصلي، ده المحور الأصلي بتاع المراية اهو، الأشعة اللي سقطت دي سقطت متوازية وموازية للمحور الإيه؟ الأصلي. سقطت على مراية إيه؟ على مراية مقعرة. إذا سقطت مجموعة من الأشعة المتوازية والموازية على مرآة مقعرة بتبدأ تتجمع كلها في نقطة واحدة، هنا هي دي اسمها البؤرة الأصلية للمرآة المقعرة. تاني، إذا سقطت مجموعة من الأشعة المتوازية والموازية للمحور الأصلي بتبدأ تتجمع كلها في نقطة واحدة تسمى بالبؤرة الأصلية للمرآة المقعرة. لا نسمع، معلش كده ارجعي لنا بالراحة، هو إيه متوازية وموازية اللي أنت بتقوليها دي؟ هو في فرق؟ آه ركز، لو ده المحور الأصلي ودي المراية المقعرة بتاعتي، تمام؟ نغير لون القلم عشان نشرح عليها شوية ونقول كده أنا هنزل مجموعة من الأشعة على المراية، الأشعة دي زي ما أنتم شايفين أشعة إيه متوازية، لكن هل موازية للمحور الأصلي؟ انا عايزه الحاله الثانيه بقى، عايزه الحاله ان انا ابقى رسمه المحور الاصلي كده وادي المرايه، فتسقط الاشعه متوازيه وفي نفس الوقت موازيه للمحور الايه الاصلي. يبقى انا بتكلم على الحاله دي، اذا سقطت الاشعه متوازيه وموازيه للمحور الاصلي المرايه مقعره بتتجمع في نقطه واحده تسمى بالبؤره الاصليه للمراه المقعره، او ممكن يقول لي البؤرة الحقيقية. ليه مش سميتيها بؤرة حقيقية؟ هقول لحضرتك لأنها يمكن استقبالها على حائل، أنا لو حطيت ورقة هنا هلاقي إن في بقعة ضوئية اتكونت على الورقة، وفي نفس الوقت هي بتنتج من تلاقي الأشعة، طالما الأشعة اتقابلت فهي بؤرة إيه؟ بؤرة حقيقية. طب تعالوا نشوف كده، لو أنا بقى بستخدم مراية محدبة وسقطت مجموعة من الأشعة متوازية برضو وموازية للمحور الأصلي بالمنظر ده، بيحصل لها إيه يا شباب؟ بتتفرق، بس بحيث لو انا مديتها على استقامتها هلاقيها برضو ايه لما تتمد على استقامتها بدأت تتجمع كلها في نقطة واحدة خلف المرآة. يبقى بصوا كده الأشعة اتفرقت
بس لما بنديتها على استقامتها لقيتها انها برضو بتتجمع في نقطة واحدة. بس هل يا ترى الأشعة نفسها المنعكسة اتقابلت؟ لا ما اتقابلتش. مين اللي اتقابل؟ اللي اتقابل هو امتداد الأشعة، ففي الحالة دي بنسميها البؤرة التقديرية. البؤرة التقديرية هي بؤرة لا يمكن استقبالها على حائل، تنشأ من تلاقي امتدادات الأشعة الضوئية الإيه؟ المنعكسة. يبقى تاني يا شباب، البؤرة الأصلية نوعين، إما إنها تنشأ من تلاقي الأشعة المنعكسة أو تنشأ من تلاقي امتدادات الأشعة الضوئية المنعكسة. إما إنها تكون بؤرة حقيقية يمكن استقبالها على حائل، أو بؤرة تقديرية لا يمكن استقبالها على حائل. إما إنها تكون بؤرة موجودة أمام المرآة زي ما أنتوا شايفين هنا، أو تكون بتتكون تقديرية في نقطة خلف المرآة هنا. عندي كم نوع من أنواع البؤرة الأصلية؟ نوعين، بؤرة حقيقية أو بؤرة إيه؟ تقديرية. طيب عارفين لو جالي في الامتحان قال لي مركز تجمع الأشعة الضوئية المنعكسة، لو قال لي مركز تجمع الأشعة الضوئية المنعكسة يبقى اتكلم على إن الأشعة انعكست واتقابلت، يبقى هنا ده تعريف البؤرة الإيه؟ الحقيقية للمرآة المقعرة. طب لو جالي في التعريف قال لي مركز تجمع امتدادات الأشعة الضوئية المنعكسة، حلو يا مس، طالما امتدادات يبقى بؤرة تقديرية للمرآة المحببة. طب لو جاب لي الاتنين في تعريف واحد وقال لي مركز تجمع الأشعة الضوئية المنعكس أو امتداداتها، يبقى دي بؤرة أصلية ونسكت. يبقى تاني يا شباب نركز، التعريف ده يتفرع منه تعريفين تانيين صغننين، تعريف اسمه بؤرة حقيقية، وتعريف اسمه بؤرة تقديرية. البؤرة الحقيقية هي مركز تجمع إيه؟ هنقول تجمع الأشعة المنعكسة، لكن هنا هنقول مركز إيه؟ تجمع امتداد الأشعة المنعكسة. واخدين بالكم من الفرق؟ يبقى لو جالي قال لي مركز تجمع الأشعة الضوئية المنعكسة الساقطة متوازية وموازية للمحور الأصلي، يبقى دي بؤرة حقيقية. لو قال لي مركز تجمع امتداد الأشعة الضوئية المنعكسة الساقطة متوازية وموازية للمحور الأصلي، يبقى ده تعريف البؤرة التقديرية. طب لو ضم لي الاتنين في تعريف واحد وقال لي مركز تجمع الأشعة الضوئية المنعكسة أو امتداداتها والتي تنشأ من سقوط الأشعة متوازية وموازية للمحور الأصلي، قال لي الاتنين، يبقى ده تعريف البؤرة الأصلية، يرمز للبؤرة الأصلية بإيه؟ بباء. مفهوم الفرق ما بين الثلاث تعريفات؟ عشان بعض المحافظات بتحب إنها تلخبطني فيهم، فهل يا ترى الأمر واصل؟ طبعا ممكن يجوا في صورة مقارنة. مريم طالبة إن أنا أعيد، أعيد إيه يا مريم؟ البؤرة تاني؟ طيب، مريم طالبة مني إن أنا أعيد تعريف البؤرة الأصلية تاني. فنمسح الحبر الموجود هنا بس في الشريحة ونشتغل تاني. مريم، لما باجي أعرف البؤرة الأصلية فأنا عندي نوعين من أنواع المرايا يا مريوم، عندي المراية الأولى وهي المراية المقعرة، لما بتسقط عليها مجموعة من الأشعة المتوازية بتجمعها لي في نقطة، النقطة دي اسمها إيه؟ اسمها بؤرة حقيقية. ليه بؤرة حقيقية؟ لأنها ناتجة من تجمع الأشعة المنعكسة. حلو؟ طب تعالي نشوف التانية.
لو عندي بقى مراية محدبة وسقطت عليها مجموعة من الأشعة متوازية برضو وموازية للمحور الإيه؟ الأصلي. فالمراية المحدبة معروف عنها إنها تفرق الإيه؟ الضوء. فهتفرقه بالمنظر ده بحيث ان انا لو مديته على استقامته، معلش بقى الرسمه عشان مش بمسطره فمش مظبوطه قوي، فلو انا مديت الاشعه على استقامتها هتتجمع في نقطه هنا خلف المراه، وطالما خلف المراه وانا اضطريت ان انا امد الاشعه يبقى دي اسمها بؤره تقديريه، لانها نتجت من تلاقي ايه او من تجمع ايه امتداد الاشعه المنعكس. يبقى لو جه قال لي عرف البؤرة الحقيقية فهقول له مركز تجمع البؤرة الحقيقية، يبقى مركز تجمع الأشعة الضوئية المنعكسة الساقطة متوازية وموازية للمحور الأصلي. طب لو قال لي عرف البؤرة التقديرية يبقى هي مركز تجمع امتداد الأشعة الضوئية المنعكسة ساقطة متوازية وموازية للمحور الأصلي. طب لو ضم لي الاتنين في تعريف واحد فقال لي مركز تجمع الأشعة المنعكسة أو امتداداتها، فده تعريف إيه؟ البؤرة الأصلي. تمام، هل وصلت يا مريم كده؟ طيب صورة ايه يا جماعة اللي مش ظاهرة؟ هل الباور اللي انا بشرح عليه مش ظاهر قدامكم دلوقتي؟ حد من فريق الاعداد بعد اذن حضراتكم يأكد عليا، هل الباور مش ظاهر؟ الشباب الموجودين معايا برضو يا ريت يعلقوا، لو هو مش ظاهر فعلا يقولوا لي. عبد ما ترد عليا، بس ملا بتسأل سؤال بتقولي الصورة الحقيقية هي الصورة التي يمكن استقبالها على حائل. يا بس ملا صح. تمام، فريق الإعداد بيقول إن الدنيا تمام فنكمل. بالنسبة لأحمد عصام عشان هو بيقول لي إن الشاشة مش واضحة، فأحمد من فضلك أنت ممكن تطلع وترجع تدخل تاني، هتلاقي الدنيا ظبطت معاك بإذن الله، ممكن بس النت عندك مهنج أو حاجة. عارفين البؤرة الأصلية اللي هي باء، المسافة ما بينها بقى وما بين السطح العاكس للمرآة ده اسمه البعد البؤري عين. يبقى ما هو البعد البؤري عين؟ هو المسافة بين البؤرة الأصلية للمرآة وقطبها. يبقى تاني، البعد البؤري هو المسافة ما بين البؤرة الأصلية للمرآة وإيه؟ وقطبها.
وصلني ان في مشكلة في الصورة او في الشريحة اللي فاتت، ان ما كانتش واضحة عند ناس كتير منكم، فمعلش اعذروني هضطر اعيد الجزئية دي بتاعت البقرة الاصلية تاني عشان الصورة تكون تمام. تاني مريم كانت بتقولي انها عايزة اعيد شرح الجزئية بتاعت البقرة الاصلية للمرآة، وايه الفرق ما بين حاجة اسمها بقرة حقيقية وبقرة تقديرية. تعالوا نشوف بالراحة كده، لو انا استخدمت مرآة مقعرة فالمرآة المقعرة لما بتسقط عليها حزمة من الأشعة الضوئية متوازية زي ما انتم شايفين بتبدأ تنعكس وتتجمع كلها في نقطة واحدة اللي هي البقرة. فلما اجي اعرف البقرة هنا فبقول انها بقرة ايه ناتجة عن تجمع الأشعة المنعكس. في الحالة دي هي بقرة حقيقية لأنها نتجت عن تلاقح الأشعة. لو أنا استخدمت بقى مراية تانية محدبة وسقطت عليها مجموعة من الأشعة الضوئية زي ما انتوا شايفين، فالمراية المحدبة بتعمل ايه؟ بتفرق الشعاع بحيث ان امتداده هو اللي يمر بالايه، بالبقره. هل الاشعه نفسها اتقابلت؟ لا، الاشعه اتفرقت لكن امتدادها هو اللي اتجمع عندي في منطقه اسمها الايه، البقره. يبقى البقره هنا هو مركز تجمع امتداد الاشعه المنعكس. وطالما قلت امتداد اذا البقره هنا هي بقره تقديري. يعني لما يجي يسألني أعرف البقرة الحقيقية فهقول له هي مركز تجمع الأشعة الضوئية المنعكسة، وأكمل من أول هنا بقية التعريف، وتنشأ من سقوط الأشعة متوازية وموازية للمحور الأصلي للمرآة. طب لو عايز أعرف البقرة التقديرية يبقى هقول له هي مركز تجمع امتداد الأشعة الضوئية المنعكسة، وتنشأ من سقوط الأشعة متوازية وموازية للمحور الأصلي. طب لو قال لي الكلمتين في نفس التعريف، لو قال لي مركز تجمع الأشعة المنعكسة أو امتداداتها، يبقى هو قال لي الحاجتين، قال لي الأشعة اللي انعكست أو الامتداد، يبقى في الحالة دي ده تعريف البؤرة الأصلية. يبقى إذن البؤرة الأصلية قسمناها إلى تعريفين، بؤرة حقيقية وبؤرة تقديري. تمام، بقول لكم الكلام ده ليه؟ بقول لكم الكلام ده عشان في بعض الاحيان شفت في محافظات بيقول لي ايه مركز تجمع امتداد الاشعه الضوئيه المنعكس، ده تعريف ايه؟ هنا لا، الافضل عندي ان انا اقوله ده تعريف البؤره التقديريه للمراه المحدبه عشان اكون انا حد شاطر قوي ومتمكن في العلوم. حلو كده الصوره وحلو كده الشرح ولا ايه؟ اعذروني بقى اضطريت ان انا اعيد عشان خاطر الدنيا تيجي مظبوطه. شوف تمام، نكمل يا مالك. شكرا يا مالك. الجزء اللي بعد كده بنحكي عن حاجه اسمها البعد الايه، البؤري. ما هو البعد البؤري؟ فاكرين البؤرة الأصلية؟ المسافة ما بينها بقى وما بين المرآة ده اسمه، يعني الحتة دي كده ده اسمه إيه؟ اسمه عين أو البعد البؤري. يبقى البؤرة الأصلية لما أقيس المسافة ما بينها وما بين المراية اسمها إيه؟ اسمها البعد البؤري للمرآة أو عين. يبقى تاني البعد البؤري هو ايه؟ هو المسافة بين البؤرة الأصلية للمرآة وقطبها. طيب ناخد بالنا من الحتة اللي جاية دي، بيقول لي خد بالك
مش ده مركز التكور؟ المسافة من المركز لقاف كنا بنسميها ايه؟ كنا بنسميها نق او نصف قطر التكور. عندي حاجة هنا في النص اسمها باء، البقرة الأصلية. مسافة ما بين البقرة الأصلية وقاف كنا بنسميها ايه؟ بنسميها عين، البعد البقري. طب انا عندي قانون بقى، بيقول القانون ده بيقول خد بالك ان نص قطر التكور يساوي ضعف البعد البؤري، نق تساوي 2 عين. يعني لو عند حضرتك البعد البؤري بتلاتة سنتيمتر هيكون نق نص قطر التكور بتاعك بكام؟ ب6 سنتيمتر. طب لو نق بتمنتاشر سنتيمتر عين هتكون بكام؟ ها؟ عين تساوي نق على الاتنين، 18 على الاتنين هتطلع بكام؟ ب9 سنتيمتر. فهمنا كده يا جماعة؟ يبقى قانون بسيط جدا بيقول ان نص قطر التكور يساوي ضعف البعد الايه؟ البؤري للمراية. طب يلا بينا نحكي في الجزئية اللي جاية. عن الملحوظة اللي جاية دي بتقول لي ايه؟ مش احنا اتفقنا ان المرآة المقعرة هي مرآة مجمعة للضوء؟ فطبقا لأسطورة يونانية قديمة كده زمان بتقول ان انا لو جبت مراية مقعرة طبعا وجهتها في أشعة الشمس، فالأشعة بتيجي متوازية بتبدأ تتجمع كلها في نقطة واحدة. المراية المقعرة هي مراية ايه يا جماعة؟ مجمعة للضوء. طيب بيقول لي خد بالك ان زمان أرشميدس استخدم الفكرة دي في محاربة الأسطول الروماني اللي كان هيغزو صقلية. هي أسطورة مش متأكدين من مدى صحتها. طيب عمل الكلام ده ازاي؟ بيقول لي هو جاب مرايا عملاقة حطها في مواجهة أشعة الشمس ووجهها تجاه أشرعة السفن بتاعة الأسطول اللي هيغزو. بدأت تعمل ايه المرايا؟ بدأت تجمع أشعة الضوء كلها في نقطة واحدة على الشراع. فطبعا درجة الحرارة تبدأ تزيد وتبدأ تحرق الايه؟ الشراع. هو اعتمد هنا على خاصية ايه؟ على ان المرايا مجمعة لايه؟ للضوء. المرايا المقعرة مرايا مجمعة للايه؟ للضوء، فهتجمع الضوء كله في نقطة واحدة وترفع درجة الايه؟ الحرارة. آخر حاجة عايزين نتكلم عنها النهاردة، هنتكلم عن تجربة لتعيين البعد البؤري للمرآة المقعرة. هنشوف مع بعض كده ازاي اعين البعد البؤري لمراية مقعرة. عشان نحكي عن البعد البؤري لمراية مقعرة خليني ارجع كده واقول لكم ايه اصلا البعد البؤري كان عبارة عن ايه، او ايه هي البؤرة؟ مش مركز تجمع الاشعة اللي هتسقط متوازية وموازية؟ فانا عشان اعرف مكان البؤرة لازم اجيب اشعة من مصدر ضوئي بعيد تسقط متوازية وموازية على المرآة وابدا اجمعها كلها في نقطه واحده، يبقى دي البؤره. ولما اقيس المسافه من البؤره للمراه يبقى ده البعد الايه؟ البؤري. تعالوا نشوف هنعمل التجربه دي ازاي. قدام حضراتكم انا مستخدمه اشعه ضوئيه جايه من مصدر ضوئي بعيد عشان تسقط الأشعة زي ما انتوا شايفين متوازية. طب الأشعة لما تسقط متوازية تبدأ ايه اللي يحصل لها؟ تتجمع اهي على المراية، تبدأ المراية تجمعها كلها في نقطة ايه؟ واحدة. طب انا هجيب ورقة كرتون وابدأ اقربها من المراية وابعدها. عن كل ما بقرب بتكون الصورة ايه؟ مش واضحة. فانا هبدأ اقرب وابعد الحائل لحد ما احصل على نقطة مضيئة يا جماعة، يعني هتبقى بالنسبة لي على الورقة متكونة نقطة بس. أهو شايفين الأشعة كلها اتجمعت هنا على الحائل في نقطة، بقى موجود على الحائل نقطة. عن طريق المسطرة بتاعتي هقيس المسافة من المراية للحائل. شايفين من المراية للحائل هنا كام؟ 9 سنتي، يبقى ده البعد البؤري. تعالوا نغير كده المراية. بصوا كده الأشعة اتجمعت هنا في الحتة دي، قربت الحائل فالأشعة اتجمعت هنا، يبقى ده البعد البؤري للمراية في الحالة دي كام؟ 6 سنتيمتر. وهكذا.
يبقى ما هي البؤرة تاني؟ البؤرة هي مركز تجمع الأشعة اللي جاية لي إيه؟ متوازية، تتجمع كلها في نقطة واحدة، النقطة دي هنسميها إيه؟ هنسميها البؤرة الأصلية. نقيس المسافة ما بين الحائل والمراية، يبقى ده البعد الإيه؟ البؤري. تمام يا شباب، في أي مشكلة عندكم؟ تعالوا كده نراجع مع بعض اللي احنا اخدناه النهاردة. يبقى انا النهاردة كنت بتكلم عن المرايا الكرية، والمرايا الكرية زي ما انتوا شايفين هي عبارة عن جزء من سطح ايه؟ كرة جوفاء. تمام، اول تعريف كان عندي اللي هو مركز التكور، مركز الكرة اللي المراية بتاعتي جزء ايه منها. طب المسافة ما بين المركز واي نقطة على سطح المراية كنا بنسميه ايه؟ كنا بنسميه نصف قطر التكور. تمام، يبقى المسافة ما بين المركز واي نقطة على سطح المراية ده كنا بنسميه نصف قطر الايه؟ التكور. كان عندي نقطة هنا تاني في النص اسمها ايه لو انتوا فاكرين؟ كان اسمها قاف، صحيح؟ طيب لو سقط شعاع ضوئي على المراية المقعرة بيبدأ يحصل له ايه؟ ينعكس. طيب لو سقط اكتر من شعاع، هنشوف كده، لو سقط اكتر من شعاع ايه اللي هيحصل لهم؟ هينعكسوا كلهم ويتجمعوا في نقطة واحدة. فاكرين النقطة دي كنا بنسميها ايه؟ ها بصوا، اكتر من شعاع هم هيبداوا يسقطوا على المرايه ويبداوا يتجمعوا في نقطه واحده. النقطه دي كنا بنسميها ايه يا شباب؟ البؤره الاصليه للمراه. يبقى هنا كان عندي ايه؟ كان عندي باء او البؤره الاصليه للمراه. يبقى النقطه اللي موجوده في النص دي اسمها ايه؟ البؤره. يبقى مركز التكور وعندي الايه؟ البؤره. المسافه من المركز للمرايه كنا بنسميه ايه؟ نصف قطر التكور. طب المسافة من البؤرة للمراية كنا بنسميه ايه؟ البعد البؤري. فاكرين الكلام ده؟ طبعا العلاقة ما بين نصف قطر التكور والبعد البؤري كنا بنقول ايه؟ البعد البؤري يساوي ايه؟ نصف قطر التكور، او كنا بنقول ان ناقص تساوي 2 عين. يبقى ده كده مختصر اللي احنا اتكلمنا عنه النهارده. آخر حاجة هحكي فيها بقى يا شباب هو مسار الأشعة الضوئية الساقطة على مرآة مقعرة. بيقول لي خد بالك لو انت عندك مرآة مقعرة، فلو سقط عليها شعاع ضوئي موازي للمحور الأصلي، فاكرين الأشعة اللي بتسقط موازية للمحور كان بيحصل لها ايه؟ لازم تعدي بمين؟ بالبؤرة، ينعكس مارة بالبؤرة الأصلية. يبقى دي أول حالة إذا سقط الشعاع الضوئي موازيا للمحور الأصلي فإنه ينعكس مارة بالبؤرة الإيه؟ الأصلية. طب تعالوا نشوف الحالة التانية، لو شعاع بقى ساقط مارا بالبؤرة الأصلية، بصوا كده الشعاع المرة دي هيعدي على البؤرة. يا مس، يعدي على البؤرة يبقى يرجع موازي. خدوا بالكم الحالتين عكس بعض، لو سقط الشعاع موازي يرجع على البؤرة، ولو سقط على البؤرة يرجع موازي. حالتين عكس بعض. الحالة الثالثة يا مس، الحالة الثالثة بقى إن الشعاع يسقط مارا بمركز التكور فيرتد على نفسه. الشعاع المار بمركز التكور يحصل له إيه؟ يرجع على نفسه. ليه يرجع على نفسه شباب؟ لأن زاوية السقوط تساوي زاوية الانعكاس تساوي صفر. امس ده هو فين اصلا زاويه سقوط وزاويه الانعكاس؟ هقول لك حته من بره منهجك كده، عشان اعمل زاويه سقوط طبعا دي مرايه كريه فلازم اعمل مماس للنقطه دي، فلما اعمل مماس للنقطه دي اصبحت ادي زاويه السقوط، شعاع ساقط عمودي على المرايه، ف
فطبعا ساقط عمودي يعني ساقط بزاوية ايه؟ صفر، فيرتد على نفسه. تعالوا نشوف لو في حد واقف من واقف قدامه حاجة بس من حضراتكم، لأن أنا كده يعتبر خلصت شغلي. تمام، ايه الاجزاء اللي احنا اخدناها النهارده؟ احنا اتكلمنا النهارده عن انواع المرايا، اخدنا النوع التاني من المرايا وهي المرايا الكرية. بعد ما اتكلمنا عن المرايا الكرية بدأنا ناخد يعني ايه مرآة محدبة ويعني ايه مرآة مقعرة، واخدنا بعض المفاهيم المرتبطة بالمرايا الكرية. بعدين عملنا تجربة عملية لتعيين البؤرة الأصلية والبعد البؤري للمرآة المقعرة. يبقى دي الحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها النهاردة بالإضافة